تعادل سلبي ما بين طلائع الجيش والاسماعيلي، والمصري يواصل صحوته مع ايهاب جلال. الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بيواصل صحوته بشكل كبير جدا، ويهزم انبي 3-1 ويصبح انبي في موقف صعب جدا. طبعا لسه بدري، ولكن مش متعودين احنا على انبي ان يكون في مثل هذا الموقف. ايضا المباراة التي انتهت منذ قليل، مباراة دجلة والنجوم وهزيمة النجوم بهدفين مقابل هدف، او فوز دجلة بهدفين مقابل هدف، وبرضه عقدت موقف النجوم خلال الفترة القادمة، لان الحقيقة النجوم من الفرق الجيدة، ولكن الفترة الاخيرة بيعمل مباريات بشكل جيد جوه الملعب، ولكن النتائج الحقيقه مش ماشيه مع الكابتن احمد سامي. النجوم زي ما قلت لحضراتكم عنده زي ما هو 21 نقطه في المركز ال 18. خليني لو الجدول عندكم جدول جاهز يا جماعه حطوه لنا على الشاشه. الزمالك في المركز الاول 52 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 48 نقطه، الاهلي في المركز الثالث 48 نقطه، المصري البورسعيدي وعوده جيده جدا مع ايهاب جلال في المركز الرابع ب 35 نقطة، مصر المقاصة في المركز الخامس ب 35 نقطة، مقاولين العرب و 35 نقطة في المركز السادس، أو 34 نقطة أنا آسف في المركز السادس، الإنتاج الحربي في المركز السابع 31 نقطة، الإسماعيلي في المركز الثامن ب 28 نقطة. النهاردة النقطتين دول لو كان خدهم من طلائع الجيش كان هيقترب أكثر وأكثر لمنافسة الفرق دي، خصوصا إن نادي الإسماعيلي لعب 20 مباراة فقط من أصل 23 أو 24 مباراة. التاسع طلائع الجيش عنده 27 نقطة، حرس الحدود في المركز العاشر عنده 26 نقطة، الجونة في المركز ال 11 26 نقطة، بتروجيت في المركز ال 12 25 نقطة، سموحة اللي أصبح مديره الفني كابتن حسام حسن عنده 13 في المركز ال 13 عنده 25 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز ال 14 عنده 24 نقطة، وادي دجلة في المركز ال 15 بعد فوزه اليوم ووصوله للنقطة 23، و المركز ال 16 الداخليه بعد هزيمته امس من بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء وعنده 22 نقطه، ام بي في المركز ال 17 وعنده 21 نقطه بعد هزيمته اليوم من المصري، والنجوم ايضا في المركز الاخير وعنده 21 نقطه. طيب ده جدول الدوري العام المصري. زي ما قلت لحضراتكم جدول غريب جدا، يعني النجوم عنده 21 نقطة في المركز ال 18، التاسع عنده 27 نقطة، يعني الفارق مباراتين. تخيلوا حضراتكم ان مثلا لو طلائع الجيش اتغلب مباراتين والنجوم مثلا، يعني انا بقول مثلا، والنجوم كسب المباراتين دول، هيبقى النجوم هو اللي في المركز التاسع، او يعني هيطلع خمس نقاط على حسب بقية النتائج. فدوري غريب جدا، صراع رهيب وكبير جدا في هذه المراكز من اول المركز الثامن او التاسع لغايه المركز ال 18، طبعا غير صراع المقدمه وصراع المركز الرابع او صراع المربع الذهبي الحقيقه. طيب